إمكانيات استتباب الأمن ومنع الفوضى ومحاولات إنجاح اللقاء الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية غدا، احتمالات النجاح أو لا قدر الله الفشل، كل ذلك سيؤثر على مجريات الأمور. غدا كمان يوم 28 يناير ذكرى جمعة الغضب، وهناك تظاهرات كبرى في معظم المدن المصرية. من الذي سينجح في تحقيق نوع من الضغط على الآخر، نجاح اجتماع داخل الاتحادية أم تظاهرات الغاضبة في الشارع التي يمكن أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة وتبدأ الدعوة إلى العصيان المدني؟ ست اللواء سامح سيف اليزال، حضرتك سمعت كلمة اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، تفتكر وضعية الجيش الآن في هذه المعادلة؟ يعني الجيش كان موجود في مجلس الدفاع الوطني في من ضمن تشكيله داخل الاجتماع اللي حصل من يومين، الجيش كان هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد 30/6 تغير الوضع بعد التغييرات التي حدثت في منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان، عاد الجيش وعاد إلى سكناته. في هذه المعادلة في هذا الظرف الصعب دوره إيه؟ أولا حضرتك، هو أولا الجيش استدعي نتيجة طلب حسب ما احنا علمنا المحافظين، يعني محافظ بورسعيد ومحافظ السويس وجد ان الحمل كبير على الشرطة لسه ما خدتش عافيتها كاملة، ما ادوهاش الامكانيات بتاعتها المطلوبة انها تاخدها من سواء من المعدات او الاسلحة او خلافه، فوجد ان الامور قد تذهب الى طريق مش جيد، فقال لا احنا نستدعي قوات المسلحة لتساعد الشرطة في هذا الكلام. هو هنا نقدر نقول مع يعني تصاعد العنف اللي هيحصل او بيحصل زي ما احنا شايفين، هل لو تدخل الجيش بشكل زي ما قال ست اللواء احنا مش عايزين نتدخل خالص، هو بيقول كده، ولكن الظروف خلتنا مثلا رايحين يهربوا المساجين في السجن، لكن ده خط احمر مش هنخليهم يهربوا المساجين. هل الجيش في هذه الحاله يستخدم بقى القوه؟ لان الجيش معاه رصاص، الجيش معاه خرطوش بالتاكيد، يعني مش هينزل زي الشرطه معهوش حاجه، يعني لا الجيش معاه حاجته بالتاكيد، نازل بعربيات مدرعه زي ما شفنا، نازل بدبابات الى اخره. وبالتالي هل يستخدم القوه في هذه الوقت في هذا الوقت؟ طب لو استخدم القوه رد الفعل بقى، هل المواطن والشعب سيقبل هذا؟ هل القوة الأخرى اللي هي مش حابة الجيش ورفضاه هل ستوافق على نتائج هذا العمل، ولا حيلام مرة أخرى أنه قتل المواطنين ويتجاهلوا حتى الذين يسقطوا من الجيش في هذه المعارك؟ أنا عايز أقول لحضرتك على خبر أو معلومة جديدة، طالما احنا نتكلم عن القوات المسلحة والذين سقطوا، وأول مرة تزاع منذ ثورة 25 يناير، أول مرة تزاع، محدش يعرف أن هناك لواء شهيد سقط في الشارع مضروبا بالرصاص في رأسه. لواء شهيد سقط في الشارع المصري، لا في أحداث محمد محمود ولا في أحداث ماسبيرو، في بداية الثورة سقط في الشارع المصري عندما كان يمر على قواته بطلقة مباشرة في رأسه أسقطته قتيلا في الحال. اسمه لواء مهندس شهيد رجب المكاوي. عشرات الشهداء سقطوا في الشارع، وناس كلها تقول لك الجيش بيقتل، الجيش بيعتدي الجيش. طب والجيش لما هو مات منه ناس على مستوى لواء شهيد سقط في الشارع مضروبا بالرصاص في رأسه، يعني كان في اشتباكات ساعتها ولا تم الاعتداء اطلاقا؟ تم الاعتداء لا من بعيد، ما حدش اتمسك لغايه النهارده، لما الراجل واقف وسط قواته في شارع من الشوارع المصريه قبل نهايه شهر يناير الناس مثلا، يعني غالبا وما كانش في قوات شرطه على فكره. تم التحري بشكل سريع ساعتها، مفيش ولا قناص من الشرطه ولا حد من الشرطه. تصدق ليه وليه الحاجات دي ما بتعرضش اسف يا دكتور؟ لان برضه بيتقال لك هيتاجروا بقى ان هم مات لهم ناس. طب ما هو محدش يعرف لغايه النهارده كم شهيد مات في الجيش، تعرف قد ايه؟ انا بقول لحضرتك انا عارف رقم عشرات وليس 10. وكم في الشرطه؟ عارف حضرتك طبعا عارف حضرتك، لا قول الشرطه اعلنت 174. الشرطه اعلنت. هل تعرف حضرتك كم عدد المصابين في قوات المسلحه الذين اصيبوا اصابات بالغه؟ بالمئات وليس بالعشرات، وموجودين في مستشفيات القوات المسلحة. أسرة اللواء الشهيد لواء مهندس الشهيد رجب المكاوي استدعيت يوم الأربعاء الماضي في مسرح الجلاء، وإحنا كنا موجودين، وتم تكريم هذه الأسرة زوجته وأسرته أمام كل ضباط القوات المسلحة اللي كانوا موجودين. أقول لحضرتك قصص على شهداء القوات المسلحة اتعمل فيهم إيه. ملازم أول ذبح وعلقت رأسه على قسم شرطة في المنيا، ذبح وهو صاحي
ملازم اول واسرته كانت موجوده. اذا بس ايه هنتقال بقى الجيش بيقتل تاني؟ هنعيد بقى تاني يقول لك الجيش بيقتل والجيش بيستخدم القوه. طب الجيش بيتقتل منه ناس على اعلى مستوى قاده وما بيجيبش سيرتهم. هل بقى الناس تقبل ردود الافعال؟ هل لو الجيش النهارده فعلا عايز نزل بورسعيد والسويس وهيستخدم القوه اذا تطلب ذلك منه؟ مش بنقول ان هو هيستخدم، الاوامر للقوات المسلحه هناك الا تستخدم القوه. حتى مع مسؤوليه الساسه اللي بيوصلوا الجيش لده. ما بنقول ان بنقول السياسه بيتولد انا كده بالظبط، السياسه الخاطئه يتولد عنها. وانا رايي لو الجيش ما يدخلش ما يزجش بنفسه في قضايا من دي. طب امال مين اللي يقف بقى؟ الشرطه لوحدها يحلوا مشاكل السياسه؟ ادوها امكانيات حل مشاكل سياسه، حل مشاكل سياسه. الجيش ده وظيفته حراسه الحدود. يعني بس انا عاوز اقول لحضرتك ان هناك الكثير مما تم وتم لوم القوات المسلحه عليه، لكن الناس ما تعرفش القوات المسلحه عملت ايه. القوات المسلحه صرفت 10 مليار جنيه من فلوسها، من ميزانيتها، ميزانيتها طبعا فلوس الدوله. طيب. على الدوله. طب ست لو حضرتك فهمت ازاي انه الاجتماع اللي حصل من يومين كان في مجلس الدفاع الوطني؟ يا ريت تشرح للساده المشاهدين مجلس الدفاع الوطني، لانه ده امر مهم جدا. انا هنا عايز اقول انه مجلس الدفاع الوطني هو بيتكون موجود في فريق اول عبد الفتاح السيسي، هم 15 واحد موجودين، والاجتماع ده كان في سياده اللواء عبد الفتاح السيسي، الدكتور هشام قندير رئيس مجلس الشورى، وزير الخارجيه، وزير الماليه، وزير الداخليه، رئيس المخابرات، رئيس اركان حرب القوات المسلحه، وطبعا من ضمن ال 15 قاده الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه البحريه الجويه الدفاع الجوي، رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه، ومدير اداره المخابرات الحربيه. بس في ناس حضرت غير دول. في ناس حضرت زي وزير الاعلام ورئيس المخابرات، وزير الاعلام حضر من الصف، وزير العدل والاعلام والعدل اللي حضروا ومش مطلوب مش مفروض يحضروا. لا لا هو من حقه انه يستدعي حد ما يكونش ملوش من حقهم. وبعدين ما يقدرش السيد وزير الاعلام انه يطلع يتكلم عن هو البند بتاع تشكيله يسمح باستدعاء من يراه لكن لا يصوت في القرارات. طيب اهميه بقى ان يكون الاجتماع ده بالبيان اللي صدر ده في مجلس، يعني عادة كان بيحصل ايه؟ انه يا اما في عهد الرئيس مبارك كان رئيس الجمهورية يذهب الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، او انه يكون في اجتماع سياسي. نعم. احنا المرة دي شايفين انه مفيش جهتين منفصلتين، حصل دمج. هل هذا مقصود كان؟ مجلس الدفاع الوطني يجتمع في عندما تشتد الازمة، عندما يكون هناك ازمة يعني تتطلب حضور هذا العدد بهذا الشكل بهذا التشكيل. هم رأوا في ذلك الوقت أن الأزمة تستدعي ذلك، وأن هذا كان أول اجتماع في تاريخ مصر جمهورية مصر العربية أن يشكل فيها هذا المجلس وهذا الاجتماع يتم. وبالتالي حدث هذا الاجتماع لأول مرة لمناقشة ما يحدث في المحافظات المختلفة والتفاعلات السياسية والاعتداءات كما قيل وحالة عدم الاستقرار. القوات المسلحة بتشارك فيه كعضو زي الباقي، ولكن زي ما حضرتك عارف وزي ما القرار طالع أن القرار بالتصويت في النهاية بالأغلبية وليست القوات المسلحة لوحدها. وبالتالي إذا اتخذ القرار بنزول القوات المسلحة في المحافظات فكان هذا قرار المجلس نتيجة تصويت المجلس نتيجة أغلبية الأصوات التي رأت ضرورة نزول القوات المسلحة في هذا الوقت بهذا الشكل. أنا عايز أسأل سيادة اللواء مجدي البسيوني بوصف حضرتك خبير أمني ومساعد وزير داخلية سابق، الصور يا ريت لو تجينا صورة كوبري قصر النيل والحرائق اللي موجودة هناك، هذه النيران بهذا الحجم دي ممكن تكون إيه؟ إطارات مشتعلة، مولوتوف، حرق إيه بالظبط؟ شكل الصورة دي لو حضرتك بتنظر إليها. إطارات، دي إطارات. دي إطارات؟ دي إطارات لأنها متمركزة ثابتة. لا ترويع وقطع طريق. اهو هنا بقى انا بقول طب اللي واقفين دول بيعملوا كده ايه بقى تفعيل القانون تجاههم؟ اعمل فيهم ايه؟ هل اسيبهم كده؟ لا، يبقى لابد من وقفه جاده، لابد من ضبطهم، لابد من ضبطهم. اصلا مش هينفع الكلام ده ان احنا نسيب البلد بتتحرق بهذا الشكل وقطع طرق. انا بستغرب على حاجه، لما بيجي مجموعه من الصبيه او مجموعه من الشباب ويعملوا هذه الاعمال اللي هي فيها اختراق للقانون بصرف النظر عن السن وفيها اختراق للقانون وبعدين في الاخر بيروحوا بعدين بيرجعوا تاني يوم يعني قعدوا في سيمون بلوفار كم يوم؟ كتير، قعدوا اسبوعين تقريبا 10 ايام وكل يوم بيروحوا
طب يعني ما فيش جهه تقوم بالانسان بيهم؟ مين هم يعني هيتتبعوا كده من لا يعني حضرتك ده في كاميرات وفي بوليس، يعني انا قدامي ناس واقفين 10 12 ساعه طول اليوم، مش قادر اصورهم، مش قادر اعرف مين هم، مش قادر اضبطهم، مش قادر احلهم للنيابه للتحقيق معاهم لمعرفه من هم، اذا كان في جهه محرضه، اذا كان في اي شيء. ده بيروحوا على ميدان التحرير وبيقعدوا في الخيام هناك، ده مقيمين مش بيروحوا، مش كلهم بيروحوا كده ابدا، يعني اللي بيعملوا الافعال دي كلها. طب مش ده شبه مقيمين اعتقد، كمان في خشب غير الاطارات، يعني في حاجه بتتحرق. انا بس طب انا عايز اسال سياده اللي هو في حاجه عايز استفهمها. اتفضل يا فندم. مجلس الوطني ده هل الدفاع الوطني، مجلس الدفاع الوطني هل اجتماعه ده ممكن يكون مسبق لدراسه توقعات او تنبؤات طبعاً. او الى اخره؟ طبعا. طب كان فين بقى؟ ليه احنا دايما متاخرين؟ ليه بعد الدنيا ما تولع يجتمع ونجتمع ونجتمع ونستدعي والى اخره؟ يبقى كان يجب ان يكون في 25 يناير في حكم محكمه، الله اعلم هيكون في ايه. فين الحس الامني هنا؟ فين التوقعات الامنيه هنا؟ ما كانش في تحرك بعد ما تولع، وسكتنا برضه يومين اتنين 48 ساعه، وبعدين الشرطه عازله من السلاح بعد ما اقتل. ما فيش محافظه الا ما فيها تخريب. طب ازاي الكلام ده هنا بقى؟ هنا هعالج المشكله ازاي؟ لو قلت انا هنا اعلان حاله الطوارئ، حظر التجول، ده كلام سليم ولابد منه، لكن جت متاخره هتشعل اكتر. هو الدكتور بيعالجني مش بيبدا بالعلاج الاول والوقاية خير من العلاج، ولا استنى اما الورم يزيد والحالة تسوء وبعدين يقول لي ده عايز استئصال؟ بس دي حالة مصرية. معلش حالة، لا معلش، يعني يجب ان يكون في حلول مبدئية، في توقعات. هنا السياسة العشوائية والعشوائيات والتخبطات ده هي مفيش شك هي بتتولد عنها خلل امني. طيب هتكرهني؟ لا مش هكرهك. استراحة إعلانية فعلا. طيب نذهب إلى استراحة إعلانية، وبعد الاستراحة نسأل الدكتور عماد جاد سؤال مهم جدا، وهو كيف يرى حركة الشارع غدا في ذكرى جمعة الغضب، وردود الفعل التي تكون لدى المتظاهرين غدا بالنسبة لنفس الموقف، بالنسبة لبيان السيد رئيس الجمهورية. هل سيكون هناك انتظار لما تنتج عنه المفاوضات داخل الغرف المغلقة في الاتحادية، أم موقف المتظاهرين سيكون يعني متخذا قبل حتى انتظار أي نتائج؟ بعد الاستراحة يبدأ النقاش مرة أخرى.